أدى صحفيون بصريون قرار مجلس القضاء الأعلى الاتحادي بإنشاء محاكم نشر خاصة بالصحفيين بالخطوة المهمة لحل حالات الكثير من المشكلات التي تتعلق بالدعاوى والتهم الموجهة إليهم، مشيرين إلى ضرورة سن تشريعات جديدة تواكب عمل هذه المحاكم لتطبيقها على أرض الواقع. زرنا المحكمة على ضوء الكتاب اللي توجه من قبل الأستاذ فارس زيدان بحول إنشاء محكمة خاصة للصحفيين، وتباحثنا بالأمور اللي ممكن أنه تخدم الزملاء الصحفيين، وأبدأ السيد رئيس المحكمة يعني أبدأ تعاون كبير، إضافة إلى هذا يعني وجه دعوة إلى الزملاء الصحفيين أن تكون على شكل ندوة يقوم بها نفس القاضي اللي يعني تعين لهذه المحكمة مع المدعي العام لشرح وضعية المحكمة وأي استفسار ممكن يحتاجه الصحفي. أنا أعتقد يعني تشكيل محاكم خاصة بالنشر وبالصحفيين راح يجنبنا كثير من المشاكل. أنت اليوم تشوف أي دعوة أو مشكلة قانونية تقام على الصحفي يجر إلى المحاكم وكأنه حال أي مجرم.